السلام عليكم. وصلنا إلى الجزء الثاني من الكراش كورس فور Wireless Communications أو الـ RF Communications، والآن راح نتحدث إن شاء الله عن الـ RF Communication Systems اللي هي أنظمة الاتصالات الخاصة بالراديو فريكوانسي. طبعا هذا الموضوع أيضا إحنا شرحناه بشكل مفصل في الكورس الأول اللي تحدثنا عنه سابقا، اللي هو يعني كان كورس أكاديمي مفصل يحتوي على المعادلات وكثير من الأمور الأخرى. هنا أنا مثل ما ذكرنا هو كراش كورس، راح يكون يعني فالشيء مختصر مفيد. انواع انظمه الاتصالات بسرعه عامه، اكو عندنا السمبلكس والهالف دوبلكس والفول دوبلكس، يعني ثلاث انواع رئيسيه تعتمد على اتجاه الاتصالات ويعني نوعيتها. السمبلكس اللي هو الاتصال باتجاه واحد، هنا هذا طبعا تقنيه راديو تسمح بالاتصال باتجاه واحد فقط، بحيث انه يكون هناك عندنا جهاز ترانسميتر مرسل فقط، وهناك جهاز ريسيفر مستلم فقط. وطبعا اكو عندنا فد منظومه معينه بالنص اللي هي التي ار اكس اللي هو ترانسميشن ريسبشن سيستم. هنا امثلتها مثل الاف ام راديو، راديو الاف ام مثلا انت في سيارتك او في موبايلك او في اي جهاز اخر تستقبل الراديو اللي هو من نوع الاف ام الفريكونسي موديليشن، ولكنه انت راح تكون فقط ريسيفر يعني مستلم فقط. هناك جهاز اخر اللي هو يكون ترانسميتر، بحيث انت ما تستطيع انه تقوم بالارسال باتجاه المعاكس، يعني هناك جهاز ترانسميتر فقط وهناك جهاز ريسيفر فقط، ولذلك يسمونه السمبلكس اللي هو يعني ابسط انواع الاتصالات. اكو ايضا عندنا اجهزه يسمونها البيجر، هذه كانت موجوده تقريبا في بدايه الالفينات، ما اعرف اذا كانت مستخدمه لحد الان، اللي هو يكون جهاز صغير تقوم فقط من خلاله باستلام النوتيفيكيشنز او يعني مجرد اشعارات او تنبيهات من جهاز اخر. ايضا منظومه التلفزيون بصوره عامه، يعني احنا عندنا التلفزيون هو فقط يقوم بالاستلام، يعني ليس هناك ارسال، وهذا طبعا اعتقد يعني التلفزيونات السابقه، وربما الان اذا التلفزيون كان مربوط في الانترنت راح يكون هو يعني كنظام اتصالات معقد اكثر. ايضا عندنا ما يسمى بالون واي اي ار ام سيستمز اللي هي امبليتيود مودوليشن راديو سيستمز، هذه ايضا تعتبر هي نوع من انواع الاتصالات اللي هي يسموها السمبلكس اللي هي اتصالات باتجاه واحد. النوع الاخر اللي يسمونه الهالف دوبلكس اللي هو يعني نصف يعني مشعب. الدوبلكس يعني طبعا يقصد بها اثنين، يعني اللي هي اتصال باتجاهين. هنا ايضا نوعيه العمل في هذه النوع من الاتصالات انه النظام يسمح بالارسال والاستقبال، ولكنه ليس في نفس الوقت، يعني اذا كان احد الاجهزه يعمل كمرسل الجهاز الاخر يعمل كمستقبل في هذه اللحظه، بعد ذلك اذا الجهاز الاخر تحول الى مرسل هذا الجهاز يعمل كمستقبل. طبعا هنا الاتصالات هي باي دايركشنال يعني ثنائيه الاتجاه باستخدام نفس التردد، ولكنه أحادية الاتجاه في نفس في المدة الزمنية الواحدة. يعني احنا مثل ما نعرف انه في اي نظام اتصالات هناك عدة ابعاد، البعد الاول الرئيسي اللي نركز عليه هو الفريكونسي التردد المستخدم، وطبعا اذا كان التردد المرسل من هذا الجهاز الى هذا الجهاز هو نفس التردد المستخدم يعني من هذا الجهاز الى هذا الجهاز في نفس الوقت، راح يصير عندنا كولجن اللي هو تصادم، وبالتالي راح تفقد الإشارة. فهنا نقول بانه احنا نقدر نستخدم نفس التردد باتجاهين متعاكسين، ولكنه ليس في نفس الوقت، يعني أنه مثلا من الثانية رقم صفر إلى الثانية رقم خمسة ممكن أن تستخدم نفس التردد للإرسال، وهذا طبعا راح يكون مستقبل. بعد ذلك من الثانية رقم خمسة إلى الثانية رقم عشرة تقدر ترسل من هذا الجهاز إلى هذا الجهاز باستخدام نفس التردد، ولكنه في الزمن مختلف. هنا طبعا نستخدم ما يسمى بالتايم ديفيجن دوبلكس او التايم ديفيجن مالتيبل اكسس، وهذا ايضا الانظمه راح نتحدث عنها ان شاء الله بشكل مفصل، وايضا شرحناها سابقا في الكورس الاول. الأمثلة لهذا النوع من أنواع الأنظمة اللي هو الوكي توكي، اللي هو عادة تقوم بنقر على زر معين لكي تبدأ بالحديث، في هذه اللحظة راح يكون الجهاز الآخر هو مستلم فقط، بعد ذلك هذا الجهاز يقوم بنقر على زر معين لكي يبدأ بالإرسال، وهنا راح يكون الجهاز الآخر هو مستلم فقط. أيضا عندنا منظومة الوايرلس كيبورد أند ماوس، هذه أيضا هي عبارة عن هالف دوبلكس سيستمز اللي هي الكيبورد أو الماوس اللي هو لاسلكي، موجود يعني الآن بشكل كبير في أنظمة الحاسبات. النوع الاكثر يعني تعقيدا والاكثر انتشارا حول العالم اليوم اللي هو الفول دوبلكس راديو فريكوانسي سيستمز، هنا انظمه اتصالات تسمح بالارسال والاستقبال من كلا الجهازين في نفس الوقت. طبعا هنا راح نستخدم ترددين مختلفين، بحيث انه هنا انت تقوم بالارسال بتردد معين وتستقبل بتردد اخر، وهنا بالعكس ايضا تقوم بالاستقبال بتردد معين والارسال بتردد اخر. فهنا هذا فقط يعني منعا للتداخل بين الترددات، بحيث انه انت تستطيع ان ترسل وتستقبل في نفس الوقت، ونفس الحاله الجهاز في الطرف الاخر يستطيع الارسال والاستقبال في نفس الوقت بدون حصول تداخل بين الارسال والاستقبال، لانه احنا نستخدم ترددين مختلفين حتى وان كان في نفس الزمن. هنا نستخدم ما يسمى بالفريكونسي ديفيجن دوبلكس اللي هو يعني انظمه تقسيم التردد، هذا مستخدم في السيلولار فونز اللي هي الهواتف الخلوية، الساتلايت كوميونيكيشنز الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وغيرها.
نأتي إلى الجزء الآخر أو الجزء الثاني من الكورس اللي هو يتحدث عن الـ Basic Building Blocks of RF Systems اللي هو الوحدات البناء الأساسية لأنظمة الراديو فريكونسي أو أنظمة الاتصالات. بصورة عامة يعني يعني كبلوك دايجرام يعني كمخطط مختصر لنظام الاتصالات بصورة عامة، أكو إحنا عندنا Low Frequency Information Signal إشارة واطئة التردد اللي هي الانتليجنس أو الذكاء أو الفاليو أو الكونتنت. هنا عندنا رسالة معينة سواء كانت رسالة نصية أو فيديوية أو صوتية أي نوع من أنواع البيانات، ولكنها تكون هي عادة low frequency. يعني أبسط مثال عليها هو الكلام، الكلام لأنه يعني صوت مسموع هو يعني يكون موجود في منطقة low frequency اللي هي الترددات الواطئة، وبالتالي لا يستطيع العبور إلى مسافة بعيدة. كلامنا اللي نتحدثه واللي حاليا انا اتحدث به مثلا، اذا اردنا نقوم بارساله الى يعني مئات الكيلومترات او الاف الكيلومترات، نحتاج انه نقوم بوضعه داخل هاي فريكوانسي كارير اللي هو تردد حامل عالي التردد. يعني طبعا هذا راح نجمعها نسويه في داخل موديوليتر اللي هو المضمن، يقوم بوضع الاشاره واطئه التردد داخل اشاره كبيره التردد بمعادلات معينه. طبعا هناك الكثير من الموديوليشنز ايضا نتحدث عنها. بعد ذلك راح نقوم بتضخيم الإشارة باستخدام الأمبليفاير المضخم، ثم نقوم بإرسالها. طبعا راح ترسل في وسط، ليس هناك وسط مفرغ من يعني فارغ 100% حولنا، يعني على الأقل في داخل الغلاف الجوي. هذا الوسط طبعا راح يحتوي على الكثير من الأمور الأخرى، موجات لاسلكية أخرى، كل أنواع الترددات موجودة في داخله، وأيضا أكو نويز، أكو عندنا ديستيربنس، كل أنواع الأمور راح تتعرض لها الإشارة فيما يسمى بالكوميونيكيشن شانل اللي هو وسط الاتصال. بعد ذلك سيتم استقبال الإشارة، طبعا اللي هي عبارة عن الإشارة الأصلية المضمنة زائدا النويز والأمور الأخرى والإنترفيرنس اللي تعرضت لها في داخل الوسط الناقل. أيضا نقوم بتضخيمها لأنه راح تصل ضعيفة جدا، أي إشارة يتم إرسالها لمسافة معينة راح تصير بها attenuation اللي هو التوهين في الإشارة، فتحتاج amplification اللي هو تضخيم مرة أخرى. بعد ذلك راح نستخدم الديموديوليتر اللي هو عكس التضمين، اللي هو يقوم بعكس العملية التي تمت هنا. هنا قمنا بجمع إشارتين سوية اللي هي إشارة الرسالة الذي نريد إرسالها زائدا إشارة الهاي فريكونسي التردد العالي الحامل الذي قمنا بوضع اللي هو كأنه الانفلوب اللي هو يعني الظرف الذي وضعنا بداخله الرسالة. هنا قمنا بعملية الديموديوليتر أو الديتكتر الذي هو عبارة عن عكس التضمين أو الجهاز الذي يقوم بكشف الإشارة الأصلية. طبعا الإشارة الأصلية ما راح تكون 100% مشابهة لهذه الإشارة لأنه تعرضت إلى الكثير من التشويه والمشاكل أثناء النقل. هنا طبعا يجب أن يقوم بفحصها وتصحيح الأخطاء إذا كانت ممكنة، ويعني طلب إعادة الإرسال إذا كانت الأخطاء غير قابلة للتعديل وغيرها. بعد ذلك أيضا نحتاج إلى أمبليفاير آخر، وأخيرا الـ Output Transducer اللي هو يعني جهاز الإرسال والاستقبال النهائي. هذا طبعا راح ينطينا الرسالة، يفترض أنه رسالة تكون يعني مشابهة بنسبة كبيرة إلى الرسالة الأصلية التي قمنا بإرسالها. فهذا هو بصورة عامة يعني كل نظام اتصالات لاسلكي، هو هذا هو المفهوم الرئيسي أو المبدأ الأساسي لعمله. فكرة الموديوليشن والديموديوليشن اللي هو التضمين وعكس التضمين هي كالآتي. عادة احنا نبدأ بديجيتال داتا، طبعا احنا في الكورس السابق اللي تحدثنا عنه في أساسيات الاتصالات ذكرنا بأنه البيانات في الأصل قد تكون ديجيتال أو أنالوج. هنا أنا راح نتحدث على مثال واحد فقط اللي هو ديجيتال داتا. إذا كانت عندنا بيانات رقمية اللي هي عبارة عن سلسلة أصفار ووحدات وأردنا أن نقوم بتضمينها، طبعا هنا عندنا ديجيتال موديوليشن، هنا راح يكون عندنا تضمين رقمي، وأيضا هناك تضمين رقمي وتضمين تناظري اللي هو الأنالوج. بعد ذلك راح يكون عندنا الانالوج بيس باند سيجنال، هنا راح يكون عندنا الاشاره الانالوج الرئيسيه. طبعا حولنا الاشاره من ديجيتال الى انالوج في داخل هذا الموديوليشن. بعد ذلك دخلناها على انالوج موديوليتر اللي هو المضمن التناظري، وطبعا هذا راح يقوم بجمع الاشاره الاصليه القادمه من هنا اللي هي انالوج مع الراديو كارير اللي هو اشاره التردد الحامل، هذا اللي هو الكارير فريكوانسي اللي هو التردد العالي. فعادة احنا بنقول انه مثلا في الواي فاي نستخدم تردد 2.4 جيجا هرتز، نقصد بها هو تردد الكارير وليس تردد الإشارة الأصلية. تردد الكارير راح يكون هو 2.4. فهنا راح يكون عندنا موديوليشن من نوع أنالوج راح يجمع لنا الإشارة الأصلية مع إشارة التردد الحامل، وطبعا راح تنتج عندنا فد إشارة معينة راح يتم إرسالها. هنا بنشوف سهم بهذا الاتجاه، معناته هذه الأنتنة اللي هو الهوائي أو جهاز الإرسال النهائي. طبعا راح تكون عندنا فد موجة لا تشبه الموجة الأصلية ولا تشبه التردد الحامل، وإنما هي خليط من كليهما اللي هو طبعا خليط يعني من خلال معادلات رياضية أيضا شرحناها في الكورس السابق. هنا طبعا راح يكون عندنا راديو ترانسميتر، هذا هو المرسل. الطرف الآخر اكو عندنا اللي هو الراديو ريسيفر، أيضا راح تجينا هذه الموجة اللي تم إرسالها هنا، راح يتم استقبالها أيضا من خلال أنتنة، راح تنزل إلى أنالوج دي موديوليتر
واللي هو طبعا راح يستخدم نفس الكارير فريكوانسي، لانه هو مثل ما نعرف احنا اذا كان الجهاز المرسل يستخدم 2.4 جيجا هرتز او 900 جيجا ميجا هرتز، يفترض انه الجهاز المستقبل راح يستخدم نفس التردد اللي هو الكارير فريكوانسي، راح يدخل ايضا الى هذا الدي موديوليتر لكي يقوم بعكس العمليه وفصل الاشاره الاصليه عن الكارير فريكوانسي. بعد ذلك راح تطلع عندنا الانالوج بيس باند سيجنال ايضا اللي هي اشاره انالوج. هنا راح نستخدم سينكرونايزيشن ديزيشن ديتكتر ديكودر، يعني الكثير من انواع يعني الدوائر الرقميه اللي هو الديجيتال سيجنال بروسيسنج سيركتس، راح تحول لنا هذه الاشاره التناظريه المشوهه الى اشاره رقميه يفترض ان تشبه الى حد كبير الاشاره الاصليه التي تم ارسالها، يعني اذا ما لم تكن 100%. هذا طبعا راح يكون هو الراديو ريسيفر. وهنا نلاحظ بانه يعني كل هذه المصادر ماخوذه من يعني السورس لهذه الصوره من هذا المكان. الموديوليشن ميثودز طبعا مثل ما ذكرنا هذه الطريقه اللي هي الموديوليشن والدي موديوليشن، هناك الكثير من يعني الطرق لها. اولا طبعا وي هاف ا لو فريكوانسي سيجنال اند وي وونت تو سند ات ات ا هاي فريكوانسي، مثل ما ذكرنا نقطه البدايه انه لدينا اشاره واطئه التردد نريد ان نقوم بارسالها باستخدام تردد عالي. الموديوليشن هو عمليه السوبر امبوزيشن اللي هو الدمج او الجمع للتردد الواطئ على تردد عالي، او اشاره ذات تردد واطئ مع اشاره ذات تردد عالي. الانواع الرئيسيه الثلاثه للموديوليشن اللي هو الامبليتيود موديوليشن، الفريكونسي موديوليشن، والفيز موديوليشن. ايضا كل واحده من هذني شرحناها بشكل مفصل في الكورس السابق مع المعادلات والارقام وامثله بالارقام. الامبليتيود موديوليشن يقصد به هو التضمين باستخدام القيمه، مثل ما نعرف احنا كل اشاره لها قيمه ولها تردد ولها طور. فهنا القيمة يعني عندما نقوم بتضمين القيمة الأصلية داخل قيمة الكارير فريكونسي، هنا القيمة للكارير فريكونسي راح تختلف اعتمادا على الإشارة الأصلية. وطبعا هناك الكثير من الرسومات الخاصة بهذا الموضوع في الكورس الأصلي. الفريكونسي موديوليشن هنا راح نجعل التردد للإشارة الحاملة يختلف مع تردد الإشارة الأصلية بالاعتماد على إشارة المعلومات. هنا الفيز موديوليشن ايضا الفيز هنا التطور نقصد به يعني التطور اللي هو يعني قد يكون 0 90 180 270 360 اللي هو طور الاشاره سيختلف بالاعتماد على الاشاره الاصليه للمعلومات. طبعا هنا هذني الامبليتيود موديوليشن الفريكونسي موديوليشن الفيز موديوليشن كانت هي انواع الترددات الاصليه اللي هي انالوج بشكل رئيسي. الديجيتال المقابله لها اللي هي الامبليتيود شيفت كينج الفيز شيفت كينج والفريكونسي شيفت كينج. الموديوليشن اوف ديجيتال سيجنالز اللي هو نسميه شيفت كينج، هذا هو طبعا يعني مجرد المقابل الرقمي لهذه الانواع الثلاثه التناظريه. هنا راح يكون ايضا عندنا الامبليتيود شيفت كينج اللي هو الاي اس كي. الفوائد له انه هو سمبل بسيط جدا. مضره انه سسبتبل تو نويز، يعني هذا يعني يكون عرضه للضوضاء بشكل اكبر من بقيه انواع التردد التضمين. أمثلته ماني ليجاسي وايرلس سيستمز مثل اي ام ار، يعني الامثله على هذا النوع هي الكثير من انظمه الاتصالات التقليديه او الليجاسي، ليجاسي يعني التراثيه او الاثريه مثل الاي ام ار واللي هي ما اعتقد موجوده او مستخدمه لحد الان. هنا نتلاحظ بانه الاشاره مثلا الواحد راح يكون بهذه الطريقه، الصفر هو لا شيء ثم بعد ذلك الواحد وهكذا. النوع الاخر اللي هو الفريكونسي شيفت كينج، فوائده انه ليس سسبتبل تو نويز، اقل عرضه للضوضاء، ولكنه الكونس اللي هي يعني سلبياته انه theoretically requires larger bandwidth per bit than the ASK، يعني نظريا يحتاج الى عرض نطاق اكبر للبت الواحد، يعني هنا نستطيع ارسال عدد اكبر من البتات في باستخدام تردد اقل او باندويث اقل. هنا نحتاج باندويث اكبر اذا اردنا نقوم بارسال نفس العدد من البتات الذي نريد ارساله بالاي اس كي. popular in modern systems، يعني هذا شائع كثيرا في انظمه الاتصالات الحديثه. ايضا عندنا نوع خاص من عنده اللي هو يسمونه الجاوشيان اف اس كي، اللي هو جاوشيان طبعا هذا يعني اسم معروف لعالم وله الكثير من الانجازات في انظمه يعني الديجيتال سيجنال بروسيسنج. هذا مستخدم في البلوتوث، هاز ا بيتر سبكترال دنسيتي ثان ذا تو اف اس كي موديوليشن. طبعا له سبكترال دنسيتي يقصد بها الكثافه الطيفيه لهذا النوع من التضمين، هي افضل من ال 2 FSK modulation، اي انه مور باندويث افيشنت، انها اكثر كفاءه من ناحيه الباندويث. فتلاحظ هنا بانه مثلا هنا الفريكونسي هو الذي يتغير، يعني اذا كان لدينا واحد تلاحظ بانه الفريكونسي اللي هو عدد النبضات في الثانيه الواحده اكبر من الصفر. فهنا تلاحظ بانه اكو عندنا دورتين كاملتين بالنسبه للواحد في الثانيه الواحده، في حين بالنسبه للصفر راح تكون عندنا دوره واحده فقط. ايضا بالنسبه للواحد راح تكون عندنا دورتين وهكذا. يعني كأنه الإشارة تنضغط عند الواحد وتتوسع عند الصفر
وعن طريق هذا الشيء نستطيع يعني تغيير التردد بالاعتماد على يعني نوع الإشارة الأصلية. النوع الثالث اللي هو الفيز شيفت كينج اللي هو البي اس كي، ايضا فوائده انه لس سسبتبل تو نويز، اقل عرضه للضوضاء، وايضا هو باند ويث افيشنت، يعني كانه هذا يجمع ايجابيات النوعين السابقين كلاهما. الكونس سلبياته انه ريكواير سينكرونايزيشن ان فريكوانسي اند فيس، يحتاج التزامن. التزامن يقصد به انه الجهاز المرسل والمستقبل يجب ان يحتويان على نفس الساعه بالضبط، يعني نفس البدايه لكل واحده من دورات السايكلز يعني التايم، بحيث أنه ساعة المرسل وساعة المستقبل يجب أن تكون متزامنة 100%، ليس هناك أي فرق بينهما حتى لو كان يعني جزء بالألف من الثانية. يجب أن تكون متزامنة من ناحية التردد ومن ناحية الطور، ولذلك هي complicated، يعني هذا النوع من أنواع التضمين يكون معقدا. complicates receiver and transmitter، يعني يجعل تصميم الترانسميتر والريسيفر كلاهما معقد. مستخدم بأنواع كثيرة من الاتصالات من ضمنها IEEE 802.11.15.4 أو الزيجبي، وهذا أيضا تلاحظ بأنه هنا التطور عندنا يختلف بالاعتماد على الإشارة، يعني مثلا الواحد إذا بدأت بهذا الاتجاه بعد ذلك الصفر راح تبدأ بهذا الاتجاه، بعد ذلك إذا جتني الواحد مرة أخرى راح ترجع تبدأ بهذا الاتجاه، كأنه هو يقلب الفيز، يقلب الطور الخاص بالإشارة. وأيضا تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع موجودة في الكورس الأصلي. هنا لاحظ بأنه بعدنا ما زلنا في البيسك بيلدينج بلوكس للـ RF systems. هنا طبعا اكو عندنا الـ RF integrated circuits راح تكون كترانسميتر او ريسيفر. الـ IC integrated circuit اللي يقصد به الدائرة المتكاملة، ممكن يكون عندنا ترانسميتر او ريسيفر او ترانسيفر اللي هو مرسل ومستقبل في نفس الوقت. اكو عندنا system on chip. system on chip يقصد بأنه نظام متكامل موجود على شريحة واحدة، typically transceiver with integrated microcontrollers، عادة يكون هو عبارة عن مرسل ومستقبل مع يعني متكاملا مع المايكرو كنترولر اللي هو المتحكم الدقيق. ايضا اكو عندنا كريستال اللي هو الجهاز الذي يقوم بانتاج الذبذبه، يعني هناك الكثير من المكونات الطبيعيه اللي هي عباره عن عنصر معين عندما تقوم بتسليط فرق جهد كهربائي عليه يقوم بالتذبذب ب يعني عدد ذبذبات كبير جدا، اللي هو عاده هذا نسميه الكريستال، يكون عاده موجود في داخل يعني بين موجب وسالب يعني فولتيه. Reference frequency for the low frequency أو local frequency and the carrier frequency، هذا طبعا راح يكون هو المصدر الرئيسي للترددات الخاصة باللو يعني الإشارة الأصلية زائدا إشارة الترددات الحاملة. أكو عندنا أيضا ما يسمى ببالون اللي هو البالانس and unbalanced، converts the differential signal to a single-ended signal or vice versa، هذا يقوم بتحويل الإشارة اللي هي من نوع differential الى اشاره ذات سنجل اندد يعني ذات نهايه واحده او بالعكس. ايضا اكو عندنا مكون الماتشنج وفلتر اللي هو يوزد اف نيدد تو باس ريجوليشن ريكويرمنتس امبروف سيلكتيفيتي. الفلتر هو عباره عن ايضا جهاز يعني يتم اضافته الى الاشاره بعد جزء البالون اند ماتش فقط لاضافه الريجوليتوري ريكويرمنتس. هنا طبعا يتحكمون بال يعني مقدار الباور المرسلة ومقدار الفولتج وغيرها بالاعتماد على الريجوليتوري اللي هي التنظيمات الخاصة بدولة معينة أو يعني مكان معين، وأيضا improve selectivity يزيد لنا حساسية أو يعني اختيارية الإشارة. وأخيرا الأنتنة، فهنا تلاحظ بأنه أي جهاز يتكون من هذه المكونات الرئيسية، الكريستال، الانتجريتد سيركت اللي هو ترانسميتر ريسيفر أو ترانسديوسر، البالانس اند بالانسد اند ماتش، الفلتر، واخيرا الانتنة، وعاده هي تكون 50 اوم يعني الممانعه او المقاومه الخاصه بها. بعد ذلك راح نبدا ان شاء الله نشرح تفاصيل كل واحده من هذه المكونات بالفيديوهات القادمه، فخليكم ويانا. شكرا جزيلا ومع السلامه.